إكس ري جورنال من التحرير ويب تي في، أهلا بكم. عنوانت جريدة التحرير في صفحتها الأولى: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بامتحانات 2019. وافقت وزارة التربية الوطنية على استغلال القوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف بعنوان 2017-2018، وكذا استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية لسنة 2019، وهذا بهدف سد العجز في المناصب الشاغرة الخاصة بالأساتذة الذين سيخضعون للتكوين. مليوني هكتار تحت تصرف ديوان الأراضي الصحراوية. وفي نص خبر جريدة النهار، حددت الوكالة القضائية أزال مليوني هكتار من الأراضي الفلاحية ستوضع تحت تصرف ديوان تطوير الزراعة الصحراوية، وهذا من أجل تحديد نوعية المنتوج المرغوب في زراعته حسب نوعية التربة ومكان تواجد الأرض، وهذا من أجل تفادي الاستثمار العشوائي. نشرت جريدة المساء: الجزائريون يقتربون من الانتصار على كورونا. يعكس تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتقليص عدد الإصابات، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بالتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل حصر الوباء مقارنة بالدول الأخرى. نختم بجريدة اللقاء: 105 وكالة سياحية جديدة تترشح لتنظيم العمرة. كشف الديوان الوطني للعمرة والحج وجود وكالات جديدة قدمت ترشحها من أجل تنظيم العمرة خلال الموسم الجاري. نهاية إكس ري جورنال، إلى اللقاء.